وأهمية مشروع الأسر المنتجة، وإزاي نقدر الحقيقة ناخد تمويلات لهذه المشروعات. طب ودي مردودها إيه على الاقتصاد القومي؟ طب إزاي نقدر نسوق لهذه المشروعات؟ تفاصيل كثيرة الحقيقة بطرحها على الدكتور محمد عطا عمر، البحث الاقتصادي في مشروعات الاقتصاد القومي. دكتور محمد أهلا بحضرتك معايا. أهلا بحضرتك يا فندم، نورنا ومشرفنا. نور حضرتك، صباح عليك كمان. صباح الفل. أهلا بيك فندم. دكتور يعني خلينا على طول نروح لهذه المشروعات، مشروعات الأسرة المنتجة، وإيه المقصود بيها بالظبط يا فندم؟ إيه طبيعة هذا المشروع؟ يعني هي مشروعات الأسر المنتجة من أهم المشروعات التي تعني بها العديد من الدول في مراحلها الصاعدة. وباختصار تعريف مشروعات الأسر المنتجة، هي الأسر التي تعتمد على مهارات أفرادها في تحقيق الإنتاج من خلال بيع وإنتاج من المنزل. تمام. باستخدام منتجات بسيطة ومواد خام بسيطة، والاعتماد الكامل على الأيدي العاملة المدربة، و يعني مال قليل جدا، أو باستخدام أهم شيء الأيدي العاملة المدربة في تحقيق الدخل والتسويق بعد ذلك. هل هنا احنا بنتكلم في نشاطات محددة بعينها، ولا الأمر مفتوح؟ يعني كل أسرة تتخير ما ترى مناسبا، يعني هي تقول والله أنا هشتغل في كذا، هشتغل في كذا، هنتج كذا، ده متروك للأسرة المنتجة، ولا الجهة التمويلية لهذا المشروع بتشترط مشروعات بعينها؟ لا، هو حسب الكفاءة والمهارة، يعني حسب تخصص الأسرة في كفاءة ومهارة معينة. يعني في بعض الأسر متميزة في مشروعات الطهو، وفي مشروعات التريكو، ومشروعات السجاد أو الكليم والمفروشات. في بعض الأسر بتعتمد على بعض الصناعات الخفيفة، دي موروثات ثقافية كمان وممتدة يعني على مدار الأسرة من تاريخها من الجد إلى الحفيد. طبعًا يعني احنا مش بس النهاردة بنساعد على الإنتاج، ده احنا بنحافظ على وجود المهنة في حياتنا. طبعا. وهناك بعض المشروعات البسيطة الصغيرة التي لا تحتاج إلى مال قليل، أو هو كل الاعتماد على الأيدي عاملة مدربة وبعض الخبرة، زي مثلا صناعة ماكينات الأكياس البلاستيك، صناعة ماكينات الفوم اللي هو مستخدم في جميع السلع والتغليف والتعبئة. بس المشروعات حضرتك تحدث عنها، مشروعات الماكينات اللي هي بتاع ضخ البلاستيك أو الفوم، أنا بتهيألي إن تكلفتها يعني لا تتناسب مع مشروعات الأسر المنتجة. يعني ده بيبقى مشروع أكبر شوية في هو الموضوع، يعني مشروعات أكبر فأكبر. يعني يعني لو مسكناه وقسمناها إلى ثلاث أنواع، مثلا في مشروعات بسيطة وصغيرة زي ما قلنا، مثلا المنتجات المنزلية البسيطة، طهو الطعام والتطريز، الخياطة، الأعمال المشروعات متناهية الصغر. بالضبط. في أعلى شوية، يعني لو توفر مكان، مثلا لو شقة تكفي مثلا، وتوفر مهارة وتوفر إمكانيات، هي مش عالية التكلفة. يعني ماكينة تغليف أو صناعة الأكياس البلاستيك ما تتعداش 60,000 أو 70,000، وممكن صندوق التنمية الاجتماعي بيدعمها ويقدم قرض حسن لتمويل هذا المشروع، مشروع جميل جدا. طب دكتور هسألها حضرتك عشان بس نعرف فرق ما بين المتناهي الصغر، مشروعات صغيرة، مشروعات متوسطة، ده بيبقى حسب القيمة المادية لكل مشروع أو ميزانية هذا المشروع، صح؟ بالفعل. طب المتناهيات الصغر أو الخاصة بأسر منتجة دي ميزانيتها تبدأ من كام لكام؟ يعني المتناهيات الصغر أقل تكلفة، يعني مثلا لو قلنا مثلا من 10,000 جنيه إلى حد 50,000 جنيه، دي متناهيات الصغر. صحيح. من 50,000 جنيه مثلا، هل ده يصلح بقى أنك تعمل مشروع بلاستيك، شنط بلاستيك؟ لا يصلح لحد 50,000 جنيه، لا يصلح. صعب. هي تعتمد على الأيدي العاملة المدربة، يعني صناعة الخزفية، التطريز، الخياطة، الكليم، الأعمال اليدوية. تمام. الأعمال البسيطة. أما بعد ذلك من 50,000 جنيه مثلا ل 250,000 جنيه تبتدي مشروعات تكبر شوية. صحيح. ولكنها لا زالت صغيرة أيضا، متناهية الصغر برضو، يعني لغاية 250,000 برضو تعتبر مشروعات صغيرة. أيوة طبعا. صغيرة، اللي هي الأعمال، صناعة الأكياس البلاستيك، ماكينات الفومة الصغيرة. احنا مش بنتكلم على خطوط إنتاج كبيرة، لا، بنتكلم على مشروعات صغيرة. يعني التغليف، تعبئة الأرز والسكر. يعني لو تعاقدت مع بعض المصانع الصغيرة، وهناك يعني بعض الشركات في تغليف وتعبئة، وسهل جدا وبسيط ولا يحتاج إلى تكلفة. يعني هو العملية كلها الماكينة التعبئة والأكياس، ومش غالية، يعني هي بسيطة جدا. طب برضو أنا هقول لحضرتك إن من ضمن أسباب نجاح هذه المشروعات الأسر المنتجة أن يكون هناك تسويق جيد. طب الجهة اللي بتوفر الميزانية،
لإقامة هذا المشروع، هل بتتدخل بصورة أو بأخرى في تسويقه أو لا؟ التسويق يقع عبء التسويق على الدولة. يعني أنا أقول دائما الدولة هي المسؤولة عن التسويق. ليه؟ لأن الدولة بتدعم مشروعات وبتدعم بعض المعارض لمشروعات الأسر المنتجة كصندوق التنمية الاجتماعي، بيدعم مشروعات سنوية دائمة وفرص لتسويق هذه المنتجات لعرضها في الأسواق. لأن المشكلة في المشروعات الأسر المنتجة هي التسويق، يعني هي مشكلة دائما، لأن هو بيصنع وبيشتغل وبيعمل وبيجد ويجتهد، ولكن يجد في التسويق مشكلة أو عائق في هذا الموضوع. لكنه إن وجد التسويق المتاح أو اليسير تيسر الموضوع. ودائما الدولة بتدعم التسويق بصفة كبيرة، إقامة المعارض. بس إحنا يعني نريد تكثيف المعارض، معارض الأسر المنتجة التي تقام على فترات متقاربة، حتى يعني يكون هناك فرصة أكبر لتسويق وعرض المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة. شروط إعطاء القروض الحسنة للأسر عشان تقدر تدخل مشروع الأسر المنتجة، يعني المفروض أنا عندي شروط بتضعها البنوك، بتضعها الجهات المانحة الحقيقة لهذه القروض، عشان تقول لك والله هذه القروض تستحق أدلها، يعني أقدر أقول تاخد وتشتغل. وهل في بعض الجهات المانحة تقول لك والله لا أنا ما أديش فلوس، أنا أدي ماكينة، أدي مواد خام، أدي ما إلى ذلك. يعني شفنا ده على الطبيعة على مدار السنوات. يعني فيوم الأصلح كمان للأسر المنتجة، هل إن هي تاخد فلوس تصرف في الموضوع from A to Z، ولا لو برضو مواد خام أو مكان ضخ مثلا لو زي البلاستيك أو الفوم أو ما إلى ذلك يبقى ده أفضل؟ وإيه اللي بيحصل على أرض الواقع فعليا؟ هو بالفعل صندوق الاجتماعي بيدعم الموضوع ده دعما كاملا. يعني صندوق الاجتماعي دايما بييسر عمليات ومشاريع الأسر المنتجة، دايما تيسير الاقتراض، القروض الحسنة والمنعدمة الفائدة. لأن بالفعل الموضوع كله يحتاج إلى تمويل، وخاصة لو قلنا المشروعات الأكبر قليلا زي مكنات الضخ اللي هي مكنات البلاستيك، مكنات التغليف، مكنات صناعة الفوم، مكنات الصناعات البلاستيكية، يعني برضو تعتبر صغيرة. أيوة. تحتاج إلى تمويل. صندوق الاجتماعي للتنمية بيدعم هذا الموضوع، وبالفعل ييسر الاقتراض بدرجة كبيرة جدا. ولكن نحن نريد تيسير أكثر. أيوة. يعني تيسير أكثر وتسهيل للتراخيص. يعني برضو التراخيص تعتبر عائق أمام الأسر المنتجة، لأن الصناعات مش كل المشروعات هتطلع من البيت. خلينا نبقى واضحين، احنا بنتكلم احنا مكانه احنا بنتكلم على المشروعات اللي هتكبر شوية، اللي هي مثلا مشروع زي مثلا صناعة الفوم، ده محتاج دفاع مدني، محتاج سجل تجاري، بطاقة ضريبية، محتاج أمن صناعي، محتاج بيئة، موافقة المرافق، مهما كان صغير. صحيح. لأنه في تعرض للخطر بالنسبة للعاملين، بالنسبة لأن مشروع فيه حمل حراري. ولو بتتكلم في مشروع غذائي مثلا زي تجهيز الطعام أو توصيل، ده دي متناهية الصفة. حضرتك برضه أنت بتتكلم، برضه حضرتك بتتكلم في شق ليه علاقة بالصحة وليه مراقبة. أيوة طبعا طبعا طبعا، مش طبعا. أكل بيوصل للناس وما إلى ذلك. طب خليني أقول إن الدولة عادة بتبقى معنية بجانب هذا الأمر أيضا بفكرة التدريب، يعني الحتوتة بس مش مجرد إن أنا أدي فلوس أو أقول المشروع ده هو الأفضل أو التسويق، لا، فكرة التدريب لتطوير الأداء وبرضو لإنجاح المشروع. يعني إذا كان عندك مشروع فيه 5-6 عمال، أنت محتاج تدربهم بشكل جيد عشان يبقى المشروع بيحقق الإنتاجية المطلوبة، وبناء عليه يستمر، وبناء عليه يتم تسويقه. فهنا التدريب برضو جزء مهم. طبعا دي الآلية الثالثة لمشروعات الأسر المنتجة. يعني إحنا لو اتكلمنا على آليات تطوير الأسر المنتجة التي تدعمها الدولة أو التي تقوم بها الدولة لدعم الأسر المنتجة، نقول أول آلية تيسير وتسهيل القروض بالنسبة للدولة أو صندوق الاجتماع للتنمية. الآلية الثانية الأيدي العاملة المدربة، التدريب، تكثيف التدريب، إقامة ورش العمل، إقامة الدورات التدريبية لدعم هذه الأسر وتدعيم هذا الموضوع. لأن لازم الموضوع كله يعتمد على أيدي عاملة مدربة. أيوة. يعني إيه فكرة الأسر المنتجة أصلاً؟ الأيدي العاملة المدربة، أنا عندي خبرة في شيء معين، عندي قدرة على إنتاج أصلاً، أيدي عاملة مدربة. أنا لولا الأيدي العاملة المدربة ما كانش في أسر منتجة أصلاً. في بعض المشروعات الخاصة بالأسر المنتجة بتشوف الموضوع أشبه بالموضوع العائلي، يعني تفاجأ أن الزوج والزوجة والأبناء كلهم بيتعاونوا لإنجاح هذا المشروع.
هل انت شايف ان ده عنصر نجاح، ولا لو الموضوع راح للتخصصيه يبقى شيء افضل؟ يعني لو بنتكلم في ان تم الاستعانه بعمال متخصصين وبناء عليه هيتم انجاح المشروع، واحد يقول لك خليها مشروع عائلي كده او مشروع داخل الاسره ونشوف ايه اللي هيحصل، وناس ثانيه تقول لك لا والله انا اجيب عماله محترفه تحقق لي انتاجيه وبالتالي اكسب في النهايه. حسب نوع المشروع، حسب نوع المشروع. المشروع يعني ما ينفعش مشروع زي صناعه الفوم او الاكياس البلاستيكيه تكون على حسب بين افراد الاسره، لا ده عايز ايدي عامله مدربه وعايز عمال وعايز حتى وان كانت قليله العدد ولا يحتاج الى تكلفه عاليه، ولكن عايز ايدي عامله مدربه لان في مخاطر. اما بالنسبه لقهوه الطعام وتجهيز الطعام والدليفري المنزلي او العائلي، ده موضوع بسيط جدا. أي. يعني غالبا بيقوم به افراد الاسره وسيدات المنزل. أي. بالكامل. موضوع التطريز سهل جدا، صحيح، بني الاب وابنائه والبنات وصناعه السجاد، وخاصه اذا كان الموضوع داخل الاسره، يعني موضوع موروث ثقافي ممتد زي صناعه الفخار من الجد الى الحفيد، صناعه السجاد من الجد الى الحفيد، ده بالعكس انت بتحافظ على هذه المهنه من الزوال او الانقراض. فطبعا انت مش هنا بس بتعمل لهم مشروع، ويا سلام لو تسوقه، ويا سلام لو تموله، ده انت بتنجحه او بتحافظ على هذه المهنه موجوده عندنا لانها مثلا حاجه خاصه بينا كموروث ثقافي يعني. طيب خليني اقول لحضرتك نجاح هذه المشروعات ومردوده على الاقتصاد القومي يبقى ايه؟ ليه مردود فعال جدا على الاقتصاد القومي؟ لان انا لو اهتميت بانتاجيه الاسره الواحده اهتميت بالدخل القومي ككل، لان ما هو المجتمع؟ المجتمع مجموعه اسر. لو كل اسره حققت دخل، حققت انتاج، حققت اكتفاء ذاتي من ذاتها، واصبحت قادره على تحقيق الدخل، واصبحت تحولت من اسره عائله او تحمل الدوله مسؤوليتها الى اسره منتجه وقادره على الانتاج، قضينا على البطاله، رفعنا مستوى النمو، رفعنا الناتج القومي للدوله، رفعنا الانتاج ككل، لان احنا زي ما قلنا المجتمع ما هو الا مجموعه اسر مترابطه مع بعضها. اذا ارتفع الناتج القومي او الدخل القومي لاسره، ارتفع الدخل القومي للمجتمع ككل. طب نستغل ده في يعني في كلمه اخيره من حضرتك، دعوه للاسر المصريه لانضمام هذا المشروع. ننظر الى تجارب الدول السابقه او الدول التي حزت حزو هذا الموضوع زي الصين مثلا، لان في تجربه الصين تجربه عظيمه جدا. يعني الصين عباره عن شعب غريب، يعني شعب رغم كل هذا العدد الرهيب 1.5 مليار، صحيح، ومساحة رهيبة 9 مليون كيلومتر مربع، ضعف مصر 9 مرات، ورغم ذلك الشعب مترابط ترابط عجيب. يعني نرى شوارع مختصة في صناعة مثلا الولاعات، ولاعة السجاير، الولاعة كانت بتجينا بجنيه، الولاعة بتجينا بجنيه، انت لو حسبت الترس اللي في الولاعة بس ما هيكلفك 10 جنيه. طب ازاي يعني الكلام ده؟ طب والبلاستيكيه بكام؟ طب هناك بناخد المهاره ونبني عليها ونشجعها ونمولها وتبقى انتاجيه عاليه جدا بكواليتي عالي جدا. اضفت على حضرتك هي مهاره عاليه جدا، صحيح، مع دعم كامل، مع دعم كامل، مع توفير المواد الاوليه والامكانيات، مع دافع معنوي للاشخاص نفسها، صحيح. لازم يكون عند كل شخص من جواه عارف ان اللي بيعمله ده هيصب في اقتصاد الدوله ككل، اذا هو ترس فاعل. بالظبط، هو ترس فاعل، صحيح. يعني لما جهل يبان الثوره البلشفيه 1917 وجت الناس الى لينين وقالت له احنا العامل في اوروبا بياخد ضعفنا 50 مره، في العالم الغربي احنا بناخد اجور زايده جدا. ايوه، فحسب انتاجيه العامل في اوروبا ليها ضعف العامل في الاتحاد السوفيتي او في روسيا الاتحاديه 50 مره. فقال كلمه حلوه خالص، يعني تعد تدرس في الانتاجيه او في علم الاقتصاد، هيا نعمل بجد ونتقاضى رواتب بجد، يعني نعمل بجد ونتقاضى. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عطا عمر، الباحث الاقتصادي في مشروعات الاقتصاد القومي، حضرتك نورتنا وشرفتنا واضفتنا، شكرا جزيلا ليك. شكرا شكرا لحضرتك، شكرا مصبح عليك. ومشاهدينا لحد هنا بنوصل معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من صبح عليك، وغدا فريق عمل جديد.